ورجعنا تاني بعد ما شفنا تقرير عن أحوال الناشئين في الكرة مع الكابتن هاني سلمان ومع أحد الناشئين عمرو أنور. أنا بناشد المسؤولين إن لازم نلقي الضوء شوية ونسلط الأضواء شوية عن الناشئين في الكرة، لأنهم مهمشين وينتقصهم حاجات كتيرة، والكرة بتخرج ناشئين أو لعيبة محترفين بيبقوا حاسين بقيمة الحاجة، لأن هم طلعوا من مكان ما فيهوش أي إمكانية، فبيحافظوا جدا على الأماكن اللي بيوصلوا لها، وبيعرفوا يثبتوا أنفسهم كويس جدا في الأماكن اللي بيتحطوا فيها. فأنا نفسي إن احنا نلقي الضوء شوية عن الناشئين في الكرة، ونحاول نوفر لهم إمكانيات ونهتم بيهم، ونعمل لجنة تنزل كل فترة تتابعهم وتحفزهم إن هم مثلا هياخدوا الشخص اللي هيلاقوه يستاهل إن هو يصعد لأي نادي من الأندية، فيحفز اللي بعده إن هو يشتغل على نفسه ويبقى حاجة كويسة. ودلوقتي أنا هكلمكم عن الضيف المفروض معانا دلوقتي اللي احنا منتظرينه. ضيف له كاريزما خاصة، لما تشوفه تحب تقعد معاه وتتكلم معاه. ضيفنا له أكتر من 22 إعلان وأعمال درامية، منها طلعت روحي وبدل الحدوتة 3 وأبو العروسة، وكمان له أفلام منها فيلم الكهف والعملية إكس، وغير الأدوار وغيرها من الأدوار. ضيفنا اللي هينورنا هو الفنان أحمد الدسوقي. طبعا الفنان أحمد الدسوقي غني عن التعريف، هو اللي كسر الحيطان وهو اللي عمل برومو سعيد. ضيفنا الفنان أحمد الدسوقي معروف بكاريزمته الكوميدية. هنشوف أحمد الدسوقي، هنشوفه هيكون معانا وهيقول لنا هو بدأ حياته ازاي وبدأ مشواره ازاي، وإن شاء الله بإذن الله ينورنا ونقدر نستفيد منه. وتعالوا دلوقتي نخرج فاصل ونرجع مع بعض تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي استقبلنا ضيفنا اللي منورنا الفنان صاحب الكاريزما الخاصة أحمد الدسوقي. أهلا بيك يا فنان، شرفتني ونورتني، وأنا سعيدة بوجودك معايا النهاردة. يا ربنا يخليك. أنا آسف على التأخير أول، بس أنا عندي والله. لا عيد ولا يهمك. في البداية كده عاوزاك تعرف السادة المشاهدين مين أحمد الدسوقي. أحمد الدسوقي فنان تصنيف الكوميدي، ابتديت من 2017، يعني أواخر 16 رمضان 16 لحد دلوقتي السنة اللي فاتت 2020، كنت عامل حاجة و80 عمل، بينهم حاجة 45 إعلان، ست مرات طلعت ترند. آخر أعمالي مع دكتور يحيى الفخراني في مسلسل زيروكش جديد، وإن شاء الله في حاجة مع نتفليكس مع أستاذة هند صبري، عاوزة أتطلق، بس ما كانش حد يعرف يعني مسلسل جديد في حدود 6 حلقات هم عاملينه، واخد فيه دور بس دور كويس، مش كبير أوي، مساحته كويسة. وان شاء الله هو احنا داخلين الموسم، ان شاء الله نعمل 21 تكون فتحة خير علينا ونكمل بقى ال 100 عمل بقى اكتر ان شاء الله باذن الله. اكتر عمل عملته خلاك ترند؟ هو العمل مش بالترند، هو العمل بجوهرها وشكلها كويس، يعني مثلا في اعلان كويس جدا عملتها، في مسلسلات عملتها كويس، بس لسوء الحظ في حاجات طلعت ترند كتير منها، زي مثلا الاعلانات، يعني مثلا معظم الاعلانات طلعت ترند، في مثلا الاعلان بتاع ام بي سي كان ده كان ترند، في شركه التكييف مش عايز اقول اسمها طبعا عشان احنا الهوا، ده كان الاعلان ده برضه خد ترند، في كراكتر عملته في السوشيال ميديا خد ترند، يعني حاجات اعلان سعيد طبعا هو البرومبو ام سي كان طبعا من الاعمال الشاقه جدا اللي عملها احمد دسوقي. انا صورته في 23 ساعه. طب ممكن تكلمنا عن ده؟ تم اختياري من كان المخرج استاذ حمد الظاهر، هو ده مخرج ذا فويس كيدز، هو مخرج قوي جدا، فكنا في الاوديشن اختارني من تقريبا 500 كاركتر. ده حقيقه 500 كاركتر، يعني ده صعب جدا اكيد، هو حتى قال لي كان بدا التصوير، فرحت عملت بروفا قبلها بيوم على الحيطان المكسره وظبطتها مع مهندس الديكور، بس هي حاجه زي الترتاني بتاع الملاعب كده. يوم التصوير بقى صورت مثلا من الفجر، تاني يوم الفجر
كتير قوي. لا طبعا ده يعني انا فعلا كنت منهار في اليوم ده، وكنتش نايم قبلها برضو زيهم كده 12 ساعه كمان. فالممثل بيتعب، وبالذات لما بيشتغل يبقى هو بطل اعلان او هيرو زي ما بيقولوا، بتبقى صعبه جدا، التصوير كله بيبقى عليه هو. طيب ايه اكتر الاعمال اللي عملها احمد دسوقي وكان راضي عنها رضا تام؟ مسلسل طلعت روحي كان حلو مع استاذ رامز الله ما نساوش. وايه تاني؟ وفي اعلان في اعلان كنت راضي عنه كنت انا عامله ده منتج مشروب كده يعني انا ما شفته كنت راضي عنه، انا كنت مش راضي عنه في التصوير اصلا. ايوه كان مش عاجبني بس برضه خدت ترند ده هو الشعرجي ده. طيب اعمال احمد دسوقي المستقبليه ايه، ويا ترى هنشوف حاجه لاحمد دسوقي في رمضان ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله احتمال ان شاء الله في كاميرا خفيه. كاميرا خفيه في رمضان باذن الله. لسه بنتكلم بس يا مسامح ما احبش اقول ما بتعمل يعني تعرف تروح في البيت منها. لا مش كاميرا خفيه ولا حاجه ان شاء الله. لا ان شاء الله هتتعمل. لا ان شاء الله هتتعمل. يا رب ان شاء الله باذن الله هتتعمل وهتكسر الدنيا كمان، وهتبقى من اقوى الحاجات في رمضان ان شاء الله، الاسره كلها تلم وتتجمع عشان تتفرج على احمد دسوقي فيها باذن الله. باذن الله. طب ليه احمد دسوقي بيفضل انه يلعب دور تاني وغير انه يلعب دور بطوله؟ ما هو شوف اقول لك حاجه، تصنيف الكوميديان في مصر عموما بيبقى دور تاني اصلا. يعني بيبقى نادر ممكن تلاقي كوميديان في حياته عمل فيلم او اتنين بطولته، لكن 95% من اعماله زي مثلا طه زكريا الله يرحمه صح؟ عمل فيلم واحد او فيلمين بطولته، لكن بقيه الافلام كلها هو الدور التاني، هو المطلوب دائما وابدا. بس لما بيخش في دور اول دي بتبقى صعبه، دي بتدمره هو، ده هو كممثل بيخش في ربح وخساره. وانا داخل نفسي في ربح وخساره دي بعمل بحسها كمان بتقلل اعماله كمان، بتقلل اعماله جدا. يعني انت لو شفت في نجوم كتير على الساحه ان ليه فيلم كل سنتين ثلاثة مش باستمرار، لكن البطل التاني تلاقيه دايما في كل حتة. ما انا قصدي على كده ان البطل التاني بتلاقيه منتشر، بتلاقيه هنا وهنا، بتلاقيه في كل مكان، والتحمل المسؤولية ما بتبقاش عليه. لكن لما بيبقى بطولة فبتبقى صعبة. لا بيخش في مكسب وخسارة طبعا مع المنتج. طب ايه اخر اعمال احمد دسوقي على السوشيال ميديا، ويا ترى بتحضر حاجة تكون ترند؟ ان شاء الله في حاجة كده مع شركة، بس مش هقدر بقى فعلا دي اتكلم فيها. في شركة هنعمل برنامج كبير ان شاء الله، المفروض ان احنا هنقعد الاسبوع ده بنكتب، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه وهبعتها لك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تكون اول عرض ليها يكون من خلال البرنامج اول طلب يا رب. ان شاء الله برضو باذن الله. انا برضه عايز اقول للصناع ايه، اهتموا شويه بالناس الموهوبه بجد، اللي في ناس موهوبين جدا وفي كوميديانات كتير جدا، ان في يعني سرعه لحد دلوقتي بقول لهم في كل برنامج بقول في فقر كوميديا في مصر. ايوه مفيش ناس كوميديين. اكيد دوروا وطلعوا. انا صنفت كوميدي، انا اساسا مش كوميدي. ايوه بس لما باجي اشتغل بيبان انه كوميدي فصنفوا لي كوميدي. امال انت شايف احمد دسوقي فين؟ انا عايز بشتغل دراما، عايز بشتغل كل حاجه. كل حاجه. انا ممثل ما ينفعش بس انت واخد كارير كوميدي اصلا. ما هو ده مش انا بديك يعني، انت بس مش انا اديته لنفسي. ايوه المخرج ده مع كل اوديشن بخش لا انت كوميدي خليك في الكوميدي. فمعظم الاعمال يعني بنسبه 95% كوميدي. ايوه الدراما قليله جدا. لا بس يا ست مش مشكله، كوميدي كويس مش وحش. لا مش وحش. لان بيبقى هنا في فقر، في فقر الكوميديا في مصر، فهو بيحطك في الليسته. لا وبعدين الناس محتاجه برضو الكوميديا الفتره دي بالكابتن اللي الناس فيه وكل ده. ما هو في ضغط علينا كلنا الحمد لله. أيوه. وكلنا ماشيين. بس القصه في ايه؟ الليسته بتاعت الكوميديا ناقصه، فاي حد بيشوفوه كوميدي بيحطه. فانا برضو بناشد الصناع يعني يشوفوا فعلا الفنانين الكوميديين بجد، المواهب الحقيقيه. اكيد لان فعلا الواحد بقى يتفرج ما بقاش مستمتع خالص. مش قصدي عشان حاجه امه ماسكه ولا حاجه، بس ما تجيبليش واحد مش كوميدي خالص ملوش علاقه بالكوميدي تحطه في الكوميدي. مش هضحك، انا عايز اضحك من قلبي زي زمان. زمان كنا بنضحك. للاسف وقت حلقتنا خلص، الوقت عدى معاك بسرعه جدا. كان نفسي يكون الوقت اطول من كده معاك، وانت شرفتني ونورتني وكنت سعيده بوجودك معايا النهارده. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج اول طله. انتظروني الحلقه الجايه ان شاء الله تكون حلقه قويه جدا. انتظروني ان شاء الله في حلقه جايه الاسبوع الجاي من برنامج اول طله. شكرا.